آسف يا صاحبي ما جيتش في معادي، ده حال الدنيا يا صاحبي، جايز مشغول ومش فاضي. أنا كان نفسي أكون جنبك وعني تكون كده راضي، وأوعى تقولي خاب أملك وإن كلامي ليك عادي. مفيش أعذار بين الإخوات، أنا اتغيرت دلوقتي عن الماضي، عندي عيال وام عيال، ومش دايما يكون الحال فل وعال، لكن يا صاحبي أنا دايما على عهدي، في سيرتك كل يوم بالخير، وبتمنى يكون ردي على زعلك مجال تقدير، ولكن لو هتعذرني هكون مبسوط. ما هو انت لسه وحداني ومش مربوط، هقول لك حاجة يا صاحبي، ما تيجي انت وبس سامحني يا صاحبي، مانيش عارف يكون امتى، ما تزعلش، هيجي يوم ونتقابل، في دنيا ولا في آخرة أنا قابل، هشوفك لما تتغير كده الأحوال، وأحس إني كمان شاعر براحة بال، في ليلة إيه؟ في ساعة كام؟ مانيش عارف يا صاحبي سلام، ده حتى البرد مدهمني وعندي زكام. يا حبيبي آسف يا صاحبي. حلو قوي كده. جاية بس لونك حزين كده ليه يا فسواد؟ لأنه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لونك حزين، محدش فاضي لحد، ولا حد بيقابل حد، ولا حد بيهتم بحد، كله عايش. ما هي عشان كده انا قلت جايه على كيو فعلا. هي فعلا ده حتى كمان بيقولوا مش هقابلك في الدنيا وفي الاخره، مش عارف بتشرح وضعنا.